Oh, yeah.
Lord, I pray for the world that is crucified for us and for some of us, holy God, holy God.
burden in our supplications and prayers which we offer up unto you. O Lord, our God, those who have already fallen asleep, repose them, those who are sick, heal them, for you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. لكن
الوصف بتاع الثلاث تجارب هناخدها بكره ان شاء الله في القداس، لكن النهارده هيهمني ناخد فكره شويه عن عمل الشيطان وازاي نقاومه. بمبدا معروف في الحرب اسمه نعرف عدوك، know your enemy، علشان تقدر to prepare yourself for him or facing him. ازاي الانسان يقدر يواجه؟ لازم يكون عارف العدو ده شكله ايه وطباعه ايه. الشيطان فيه ثلاث صفات رئيسية في الحرب بتاعته، ثلاث حاجات مهمة جدا. أول حاجة هو مخادع، very big liar، كذاب كبير ومخادع. تاني حاجة إن هو دائم الابتكار في حيله والتكتيكات بتاعته، يعني he always changes his tactics in struggling with us، في الصراع معانا. تالت حالة إن هو لا يكل ولا يمل، لا يهدأ أبدا، وإذا اتغلب في دولة هيواصل عايز يغلب في الدولة الأخرى، ما بيقفش أبدا، ما بيسكتش. إيه محتاجة مننا إيه بقى؟ ناخد نقطة نقطة نشوف محتاجة مننا إيه. أول حاجة هو شخصية مخادعة، دايما كلامه معجون بالكذب، دايما كلامه فيه مغالطات، دايما يخلط الاكاذيب بالحقائق عشان تقبلها. يعني لو حاجه كذب يعني بيور لاي، محدش هيعرف يبلعها، محدش هيعرف يقبلها. لكن وي كان اكسبت ذا تروث، بس يعني ما تبقاش يعني بيور تروث. فهو يخالط الحقيقة بشوية أكاذيب ويبلع عشان يدخلها في أذهان الناس. فدي طريقته، إن هو يقول كلام في جزء من الحقيقة، part of truth and part of lie، أجزاء بقى من اختراعه هو من الكذب. عمل كده مع حواء، قال لها ربنا حقا قال لكم الله لا تأكلها من كل شجرة منه. طبعا ما في تعليمات جت من ربنا، الوصية بتاعته بتقول إن إحنا في شجرة ما ناكلش منها لأن دي فيها سم، اللي يأكل منها موتا يموت. لكن مش من كل شجرة منه، بس هو بيفتح كلام علشان يغلط كلام ربنا بعد كده. يقول عنه سيد المسيح في يوحنا 8 هو الكذاب وأبو كل كذاب، الكذاب وأبو الكذاب. معنى كده إن الإنسان لو جت في ذهنه فكرة كذب ما حصلتش، أو جت على لسانه فكرة كذب، تبقى دي مش من ربنا، تبقى دي من عدو الخير. هو اللي بيحاول he tries to put his words on our tongue. فاحنا لازم نكون أبد ما ننطقش غير بالحق، التروث، لازم ما نطلعش من بقنا حاجه يكون شغال حاطها على لساننا، اي حاجه تحطها غلط نبعدها على طول ونطردها ونرميها، اي حاجه اي فكره يحطها لنا في ذهننا ما تكونش حسب الحقيقه. يقول انت بتقول كده، اقول ازاي كده؟ ما حصلش كده عشان اقول كده. الشيطان طبيعته كذاب ومخادع، مخادع. كنت بقرا كده حاجة عن الحيل اللي بيستخدموها الصيادين في القطب الشمالي في الاسكيمو في النورث بول، they want to catch the animals اللي هي بتبقى ليها فرو وعلشان يقدروا يتدفوا بيها. فبيعملوا حيلة عجيبة جدا جدا، بيجيبوا يعني
very sharp knife ويغمسوها في كمية من الدم، يجيبوا النص للحد بتاعها ويغمسوه في كمية من الدم كده لحد لما يتجمد على النص، يبقى مغطي الإيدج بتاع النايف، ويحطوها في التل. طبعا كله في القطب الشمالي سنو عادي، فيغرزوا السكينة كده بحيث إن هي تبقى النصل بتاعها كده لفوق ومتغطي الدم، النصل فيري شارب فيري شارب إيدج، ويحطوها الدم اللي هو مغطي. الحيوانات طبعا الدم بالنسبة لها، الدببة والحاجات دي الدم بالنسبة لها يعني جذاب، وهي معدية تشوف اللون وتشوف المنظر فتروح جاية إيه مغطية عليه، وتقعد إيه تلحس فيه تاكله بقها كده. لما تبتدي تاكله طعم الدم بالنسبة لها كويس، يعني very delicious. وبعدين الدم ده هيخلص، لما هيخلص الـ very sharp edge ده هيبتدي يجرح. If we injure the inner mouth of these animals، فأول ما يجرح هيبتدي كمان البق ينزل دم. فهما لأن طعم الدم زي بعضه مش هيقدروا بينهم يعني to differentiate between the first blood and their own blood، وهي الدم بقى المرة دي إيه دافئ warm and delicious، فيفضلوا وكأن الدم ده طالع من الإيدج من الحاجة اللي هما لأنه حاد جدا، فبيقعدوا يفضلوا إيه يعني absorbing يعني the blood ده، هما كده متعورين وبينزفوا وبيشربوا الدم بتاعهم لحد لما الصيادين ما بيعملوش حاجه غير ان هم يحطوا السكاكين اللي فيها الدم دي بس. بعد شويه بقى الحيوانات ايه ميته، طبعا دمهم كله اتصفى شربوه لحد لما طبعا متعورين جامد يبتدوا ينزفوا لحد لما يتصفوا خالص ويموتوا. الشيطان بيعمل كده بالظبط، بتاع حيل وبتاع خداع، يوم الإنسان بحاجة حلوة حتى لما يصفيه حتى لما يقضي عليه يبتدي يستنزفه. الأول يديه حاجة طعمها جميل ويقول له ده أنا عندي حاجة حلوة دي، الشهوات دي، المناظر دي، الحاجات دي بتاعتي، يقولوا عليها تكنيسة إن هي حاجة وحشة، وحشة دي دي جميلة، دي طعمها جميل بس تعالى دوق. وبعدين راح يحط له ويبتدي ياخد، يبتدي الخطية تجرح والانجري بي بليدنج وبليدنج كونتينوس بليدنج ليد تو ديث. فده دي حيل الشيطان، هو دايما مخادع مخادع طريق. فاحنا لازم نكون حريصين جدا منتبهين جدا. شوف سيد المسيح لما وجهه كان منتبه جدا لكل صغيره وكبيره، وهو بيواجهه بوضوح وفضح تصرفاته بكلمه ربنا. لازم الانسان يكون يقظ قصاد هذا الانسان، هذا الكائن المخادع اللي هو عدو الخير. لازم الانسان يكون دايما يقظ، ما يقبلش منه اي كلمه وما ياخدش اي حاجه كده بسهوله، واكسبت anything or anywhere from him. تاني صفة موجودة فيه إن هو دايما he always changes his tactics، بيبتكر بيفكر بيغير. وبعدين وإحنا ما عندناش نفس الإكسبيرينس بتاعته، هو الإكسبيرينس بتاع thousands of years of experience with man، لكن إحنا كل واحد فينا عمر tens of years، يعني احنا الاكسبيرينس بتاعتنا محدوده خبرتنا محدوده. عشان كده السلاح بتاعنا هو الانجيل، كلام الانجيل هو ده اللي نثق فيه، وهو
ابننا مخلينا كبرى، وهو ده اللي خلينا نقدر نواطن. كلام الانجيل متنوع يغطي كل حلل الشيطان، فاحنا لو جالنا بالطريقه دي نواطن الايه بالطريقه دي، لو جالنا بالطريقه دي نواطن كده. يشجعنا مثلا على مغالاه الجهاد في الاسوان، نقول له لا، نقول له لا يرتدي احد فوق ما ينبغي، بل يرتدي الى التعقل كما قسم الله لكل واحد نصيب من الايمان، والا يوقع الانسان في الكبرياء. بعد ما يقول له لا انت لازم تصوم لحد الساعه كذا وانت احسن من غيرك، يبتدي يفكر ان هو اعلى من بقيه الناس. لو حارب الانسان بالكسل على يعني طول كلام الانجيل يسندنا ويقول لنا ايه؟ اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ده كان الانجيل النهارده بتاع القداس. اجتهدوا وانتم باذلون كل اجتهاد. اطرحوا الكسل. كلام الانجيل كتير اطرحوا الكسل. فاحنا لازم نكون بنعرف نواجه. هو يبقى التاكتكس، احنا عندنا السلاح لكل حيل. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقفوا امام مكائد ابليس. هو يغير التاكتكس، واحنا عندنا different types of weapons او different types of defense. عندنا في الانجيل كل انواع الاسلحه الكامله. الكامله يعني ما هياش محتاجة تجيب ديفلوبت. سلاح الله بيرفكت. بيرفكت. كلام ربنا بيرفكت كامل. مش محتاج مثلا لو هو يتشينج الستاتكس يبقى أنا مش هعرف أتصرف. لا. عندنا سلاح ربنا في كل يعني في كل النجاح، هينجح في مواجهة اي حيله من حيل العدو مهما غير التاكتكس بتاعته او الالعاب بتاعته، مهما غير احنا معانا كلمه ربنا تواجه وتلغي. ثالث صفه فيه مع الخداع والكذب وتغيير الاساليب بتاعته في الحرب، انه لا يهدأ. ولو اتغلب في جوله في ابيسود يدور على ادر ابيسود، يدور على حلقه جديده وجوله جديده ودوره جديده، ويقول طب هو غلبني هنا هقفله تاني هنا. يمكن ده اللي شفناه مع السيد المسيح. يعني اول ما السيد المسيح اتولد هيج الدنيا وهيج ذا كينج هيرو وقتل اطفال بيت لحم وهاجر كتبوا الفريسيين، وبعدين بعد شوية أدي البرية وحارب السيد المسيح، وفي آخرها يقول فارقه إلى حين some time، وبعدين رجع تاني يلف له عن طريق بطرس. بطرس يعني أنت ممكن تستخدم ناس كويسة، لو أي إنسان سمع كلام استخدمه. أي إنسان هيتسرع كده وياخد مني بسرعة استخدمه. هيبقى هو معي تمر، هيبقى هو لساني وهو دراعي. احنا بيطلع عن طريق بطرس وقال له ايه؟ قال انت يا رب بتقول ايه؟ هتصلب؟ هتتهان؟ هيتقتل؟ ايه ده ايه ده؟ منظرنا قدام الناس يبقى ايه؟ انت هتبقى شكلك ايه؟ حاشاك يا رب، حاشاك انك انت تعمل كده. احسن المسيح قال له ايه؟ جوابي اذهب عني يعني يا شيطان. أتاري ما كانش بطرس متخلف. أتاري الشيطان استخدمه علشان إيه؟ عايز يعطل الصليب، عايز يعطل إتمام رسالة ربنا، رسالة حبه للنهاية. علشان إيه؟ منظرنا قدام الناس، قال له اذهب عني يا شيطان لأنك تهتم فيما للناس وليس فيما لله. أنت مشغول بمنظرنا قدام الناس مش بتتميم إرادة ربنا. اللي هي إرادة خلاصية من أجل خلاص العالم. قال له اذهب عني الشيطان، بعدين لفيته تاني بقى عن طريق يهوذا
والسيد المسيح وقف للآخر وغنم غلب وهزم الموت، دخل الموت واقتحم الموت وداس الموت وقام. فالشيطان مش مثلا هيتغلب مره يقول لك لا خلاص انا مش قادر عليه هسيبه، لا ما بيسيبناش. ولذلك دي عايزه مننا يقظه مستمره وجهاد الى كلام، ما ينفعش ان احنا نشتغل شويه وننام على روحنا شويه. ننام دي معناها زي ما في مثل زمان الحق ان العدو يجي يزرع زواج على طول، هنام على روحي هغفل. يقول لك وفيما الناس نيام اتى عدو وزرع زوانا وسط القمح. حياتنا غاليه، ارضنا غاليه، ما نسيبهاش يقعد يزرع فيها زمان، لازم يكون كل اللي فيها ثمر حلو نظيف. نيجي نحصد كده الله، شوف الحصاد جميل ازاي، يجي ربنا يقطف الثمر الحلو يلاقي ثمر حلو، ماليش ثمر وحشه. ثمر وحشه جايه منين؟ لان الانسان غفل فالشيطان بيزرع زوال. في فتره كسل الشيطان زرع في حياته عاده رديئه، زرع في حياته فكر حسد من ناحيه حد، فكر كراهيه، شهوات، زرع حاجه في عشان الانسان غفلان، كسلان عن الصلاه، كسلان عن كلمه ربنا، كسلان عن الكنيسه، بيحصل. فالانسان لازم يكون عارف بيتعامل مع مين؟ عدو مخادع، عدو عايز يدمرنا، عدو لا يكل ولا يمل، عدو بيغير التكتيكات بتاعته باستمرار. عشان كده لازم نكون احنا مثابرين، لازم نكون احنا مصحصحين، ماسكين في ربنا، ماسكين في كلمته اللي هي بتدينا القوة وبتدينا الاستنارة علشان نكشف خداع العدو، عشان نواجه تكتيكاته، وعلشان نصمد للنهاية فننتصر. زي ما يقول معلمنا بولس الرسول: يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بنعمة المسيح احنا منتصرين، بنعمة المسيح احنا غالبين. وانا قد غلبت العالم. ولو احنا ماسكين في المسيح مش ممكن نكون مهزومين ابدا. الانسان يبقى مهزوم لو ساب ربنا، لو تخلى عن النعمه واعتمد على قوته. لكن المسمود على النعمه دايما منتصر، دايما غالب، دايما فرحان، دايما لفوق، مش طالع جيبه تحت. طريق الشيطان كده اللي يشد الناس لتحت، اقوى من الجاذبيه، اقوى من الجاذبيه الارضيه. هو لو تملك من واحد هينزل بيه يحطمه. فمين اللي يرفعنا فوق وينتصر بينا؟ سيد المسيح. يعظم انتصارنا بالذي احبنا. احنا محتاجين دايما نكون ماسكين فيه، ما نعتمدش على قوتنا ولا مهارتنا ولا خبرتنا، لكن نعتمد على نعمته وعلى سنده لينا، فنكون دائما منتصرين. ولربنا المجد الدائم الى الابد. يا من يهتدي